مرحبا نتحدث اليوم عن شيء ما يدعى القنب يتكاثر بالاف الهكتارات كما الارنب من هولندا الى عمان عبر المغرب جاءتنا من تتحدث عن هذا الشيء الاعجب دكتوره ندى الربيعي مرحبا اهلا بك ولكن قلبي يا ابنه القوم قنبوا وقلبوا اشكرك على المقدمة الرائعه ممتنة. الله يسعدك الشعب. بالمثل الشعبي اللي يقولون طويله وحبالها جنب مم. يعني الجنب هو الحفل الحفل الغسيل صح. فقصتنا سالفتي طويله وياك فنبدي من القنب ليش اخترت القنب أم. اولا على مود المشاهدين يعرفون شنو القنب يعني هو ما يعرف الان باسم الحشيش اللي هو الماده المخدره ولكن هذا الاسم طبعا يظلم هاي النبته الاسم الحقيقي هو القنب او القنب مثل ما سميته وهي نبته موجوده بكل العالم بكل انواع يعني اماكن مختلفه بكل القارات يعني من افريقيا لاسيا اوروبا امريكا اللاتينيه أم ليش اشتغلت على موضوع القنب والدتي صراحة قبل ست سنوات صار عندها آلام شديدة ومرض بالأعصاب وصلنا لمرحلة إنه صارت تستخدم مسكنات كلش قوية لذلك أني قلت لها إذا تستقيم بي نجرب شيء مختلف وبدأنا العلاج بزيت القنب وصراحة يعني تحسنت أمورها وصار وضعها جيد لذلك قررت إني أتخصص بهذا المجال يعني لحظه عبقريه فكرت بالقنب ولا شلون أه لا هو اكو تغير أه تغير حقيقي تجاه بنظره العالم تجاه قضيه القنب يعني بال1960 صار أه صار تحريم او منع أه لاستخدام القنب بالمجالات المختلفه بعد شوي نحكي عن المجالات اللي بدنا نحكي عنها بخصوص القنب أه وجرى تحريمه واعتباره نوع من انواع المخدرات الان تقريبا من 20 سنه لحد هاي اللحظه جرى الانفتاح على موضوع القنب فصار صارت البلدان تشرعه هسه 50% من الولايات الامريكيه سمحت باستخدامها لاغراض طبيه كندا شرعتها 100% اوروبا كثير من بلدان الاتحاد الاوروبي شرعتها لاستخدام مجالات طبيه طبعا العالم العربي بعده حرمه افريقيا كذلك ما عدا جنوب افريقيا اللي هي بدات تشتغل على هذا الموضوع يعني هي مو لحظه عبقريه يعني ما اخترعت هذا الشيء هو موجود ولكني قدرت اوظفه بالتعاون مع اشخاص مثل ولازم اذكر اسمائهم لانهم لهم الفضل بهذا المجال ودخولي إلى ريك سيمسون وهو شخص امريكي اشتغل على هذا الموضوع منذ 20 سنه تقريبا عالج بي الناس ومن ثم ياسين بلحفة وهو شاب مغربي طور هاي الراتشات خلينا نقول ومن ثم اتيت انا وتابعنا تطوير هذا الموضوع واني قلت ارتجال ايش والله؟ قلت تكاثروا بالاف الهكتارات كما الارنب. وانت جيتي من المغرب. صحيح. طيب وانت والقنب هندي شلون يعني؟ اول شيء اكو مشكله بالمصطلح هم يسموه قنب هندي ولكن اكو يعني مثل ما حكينا ينمو هو بافغانستان بالهند باليمن بالعالم العربي ولكن كذلك لا شوفي بنجلاديش كان عندهم انا زين بالجغرافيا عندهم وزاره الجوت او القنب حتى كنت اعرف اسم الوزير. صحيح. اي هو بس بالتصدير على تصديرا هو القنب الهندي يعني هو اكو مشكله بالمصطلح انا اعتقد بي ظلم ظلم تسميته انه القنب الهندي انا افضل اسميه بالقنب اليمني على اعتبار انه هو بني يمني بني يمني طبعا والقنب يمني نرجع نحكي بعد التفاصيل بعدين بس ابدا اعلق على موضوع الحبال مو قلت بالعراق هذا كانوا يستخدمون كحبال. أيه طويله وحبالها جنب حبل غسيل طويله وحبالها كذا سابقا كان القنب يستخدم لصناعة الحبال للسفن حتى للملابس صناعة الهدوم يعني والقنب هو مو النبتة الوردة الفوق ولكن بقايا النبتة اللي تيبس هاي الألياف يستخدموها لصناعة الحبال وأشياء أخرى زين هو شنو اسمه يعني أنت بهولندا إيه؟ تقول لهم قنب شو شو يقولوا لك يعني زين هو أكو عدة أسماء له يعني مثلا المصطلح اللي عليه قلت لك هو الحشيش المرجوانا الفيت هاي الأسماء هي المتعارف عليها والمصطلح الثاني الانجليزي او الاوروبي اللي هو الكنابس والكنابس طبعا قنب يعني ككلمه يعني والماريجوانا اللي بالارجنتين اي الماريجوانا هو هذا اسم حديث يعني استخدمتها امريكا في صراعها مع امريكا اللاتينيه والبرازيل تعرف يعني مافيات مافيات السلاح ومافيات المخدرات من اجل تجريم هذا الموضوع تجريم استخدام القنب لاغراض مختلفه طبعا هذا الشيء مو يعني, يعني ما كان اعتباطي، يعني ماكو سياسات او افكار اعتباطيه بالعالم. مدروس هذا الموضوع، وطبعا تحريم القنه جاء بنفس الوقت اللي صعدت به شركات الادويه واصدرت اغلب ادويتها لصراع امراض مختلفه من السكر والضغط وكذا وكذا. عام 2015 تميزت عن نساء هولندا قاطبه فقد قدمت خدمات في المجال العلاجي لاكثر من عشرين الف مريض هولندي صارت قطب اهتمام الصيادله هناك ومن ثم العالم العربي تضحك في سرها وتردد يحاورني فيحسبني طبيبا فلا اخفي النصيحه من اتاني شوفي حسن فتحي راعي العمارة عمارة الفقراء مصري أيه؟ يقول انظر تحت اقدامك وعليك ان تبني يعني اذا واحد لقى محار يقدر يبني بيت من المحار او من الطين الطوب قريه اسمها القرنه مثلوا بها فيلم اسمه الجبل أيه؟ كتب فتحي غانم نور الشريف كان بطل أيه؟ فا انت شوفتيني بيوت من القنب في المغرب صح صحيح أم بالمغرب عندنا سألتني ما عن موضوع المغرب انه شنو عندنا هناك؟ أسست شركة مؤخراً شنو عندنا؟ اي شنو يعني شنو عندنا؟ شنو بدنا نسوي بالمغرب؟ آه. فأسسنا معها شركة وهو بنفس الوقت عنده مؤسسة اسمها مؤسسة نوح. مؤسسة نوح أسست أول بيت في شمال أفريقيا والعالم العربي مصنوع اي نوح على السفينة؟ اي اي آه. مؤسسة نوح صنعت أول بيت في شمال أفريقيا والعالم العربي مصنوع من القنب. هذا بلوك شفته آني؟ اي هي عمليا الالياف مال العوده مال النبته الالياف هاي نصنع من عندها تنعجن وكذا ونصنع من عندها بلوكات هاي البلوكات نبني من عندها بيوت قلت نبني انت ساهمتي بالبناء لا 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 لا, آه. لا. انا اقول لان هم شركاء انا, أنا ما ساهمت بعدني ما وصلت لمرحله البناء لا تحكي بوام الجواع نبني لانه انا اعتبر انه احنا شركاء شركاء بالقضيه يعني آه. المتانه يعني متانه المغرب فيها زلازل المتانة البلوك هذه بالزلازل كيف تصمت؟ لا هو يعني بغض النظر عن الزلازل يعني هي كبلوكات للبناء مضادة للرطوبة مضادة للحرارة رخيصة التكلفة ومثل ما أنت قلت أنه أنظر تحت قدميك لترى يعني شنو ممكن تبني نفس هذا المبدأ أنه إحنا ساكنين بأرض بها وفرة من هاي المادة شنو المانع أنه إحنا نصنع من عندها مساكن أو نصنع عندها لباس مثل قبل شلون كانت أو حبال يعني نحاول نعيد الحق لهاي النبتة هذا هو جانب من الجوانب بعملنا ولكن الجانب الأهم هو الجانب الطبي اللي احنا نشتغل عليه لا هو يعني يعني شلون الجانب الطبي يصير مصل يعني ولا تحول إلى باودر ولا كيف؟ آه زين آه النبتة مثل ما حكينا عبارة عن وردة وأوراق والعود مالتها آه رأس النبتة الوردة مالتها على السطح الخارجي مالتها اكو مواد صغيره تلمع اذا تباوع عليها تشوف شيء يلمع او بودره بيضة هاي الماده الفلاحين يضربوها ضرب بطريقه معينه فبحيث تنزل هاي المواد، هاي المواد هي التي اتش سي. تنخلط تنعجن تصير عجينه الحشيش اللي هي اللي دخنوها الشباب يعني. احنا من عجينه الحشيش نصنع زيت، زيت الحشيش هو اللي نعالج به. بس هاي الطريقه كلش مختصره دكتورة التجارب إيه؟ تقول انه إيه؟ يتعاطاها يصير عنده انخفاض بالضغط وخفقان بالقلب وتيبس في الشفتين يعني في الريق يعني صعوبه ريقه هو حسب شنو يتعاطى شنو لانه قلت لك مثلا مصطلح المرجوانا اللي هو عباره عن الورده وبقايا الورق تنطحن وتنحط بجيجارة وتدخن هذا موضوع ثاني هاي استخدامات ترفيهيه انا احكي عن ماده كيميائيه يتم استخراجها من النبته تنعجن تصير معجون ومن هذا المعجون نصنع الزيت فهذا شيء مختلف طبعا لها أعراض جانبية وأكيد تأثر على الضغط وعلى السكر وكذا ولكن لما تأثر على الضغط والسكر معتها هي إلها مفعول على هاي الأعضاء معتها إلها فائدة إذا إحنا نريد يعني إذا هي تخفض السكر معتها ممكن تفيد لمرض السكر بس هي ممكن تعالج بالكانسر سرطان صحيح طبعا انا كلش حذره ب يعني اخذ النتائج ونقول اي احنا نقدر نعالج ولكن صراحه بالتجربه السريريه وانا اعرف أنه هواي اطباء ممكن ينزعجون من اللي احكي لانه مخالف لكتب الطب اللي تعلموها هم انه شنو نبات كذا هم مؤمنين بشكل عام وحتى انا كصيدلانيه تعلمنا فقط المواد الكيميائيه والادويه هي اللي تعالج وما نقدر احنا دماغنا وطريقه تعليمنا وتدريسنا ما نقدر نتقبل فكرة أن احنا نروح نجيب نبتة ونطلع من عندها زيت ونداوي بها مرض, مرض مريض السرطان. هسا المشكلة أنه بالوقت الحالي احنا من نسمع كل مرة تطلع على السوشيال ميديا وعلى التلفزيون فلان طلع ما أدري شنو بذور المشمش ما أدري سوى من عندها طلع من عندها دواء تعالج السرطان، ما أعرف ايش سووا أنا أخاف من استخدام هاي المعلومات بطريقة غير علمية، لذلك كلش حذرة باستخدام هاي المعلومات. ولكن أقدر أقول أنه اكو مئات الدراسات العلمية من أمريكا، أستراليا، بريطانيا، هاي الدراسات بينت نجاعة العلاج بالقنب لأمراض معينة بتجربتنا احنا مثل ما سميت قبل شوية شاب ياسين بلحفة اللي عنده مؤسسة بهولندا هاي المؤسسة خيرية بها تقريبا سبعة آلاف مريض أنا أشتغل وياهم بشكل تطوعي كمستشارة أناقش ملفات المرضى أحكي وياهم أن شو ممكن يكون العلاج ونصنع لهم القنب على شكل كبسول خاصة لمرضى السرطان امراض اخرى نصنع لهم زيت اكو بعض المرضى لانه حالاتهم معينه نسوي لهم تحاميل حسب الحاله طبعا هي تجارب سريريه وبعد هي ما صايره بشكل قانوني 100% طيب جامعه ميريلاند اللي انت ناوي تاخذين الدكتوراه فيها إيه؟ آه شنو اللي تقول على هذا الكيس انا بسوي بالفعل دكتوراه بماريلاند باقي لي ان شاء الله سنه ونص آه الدكتوراه هي باداره الصحه العامه موضوع البحث مال دكتوره مالتي هو تشريع القنب واستخداماته الطبيه بامريكا مثل ما قلت قبل شويه 50% من الولايات الامريكيه شرعت استخدام القنب لاغراض طبيه هذا التشريع سمح بوجود داتابيس ارقام هائله على مدى عشر سنوات الماضيه لاشخاص استخدموا القنب لامراض معينه لذلك عندنا هواي معلومات نقدر من خلالها نستشف انه شلون ممكن ان القنب يعالج هاي الامراض يعني بالاستاتستيك بالاحصائيات نقدر نشوف هاي الماده هذا العيار ممكن يفيد الها ف يعني من من الجدير بالذكر اعتقد انه بامريكا التوقعات للوارد المادي من استخدام القنب العلاجي الوارد المادي بسنه 2020 يوصل ل 20.2 مليار دولار كندا استثمرت 400 مليون دولار باوروبا بمجال القنب الطبي او الكنبس ميديسينال كانبس يعني بدنا نحكي عن ثروات او كميات هائله من الاموال تضخ بهذا المجال بالعالم كله وللاسف العالم العربي لا يزال ينام ولا يفكر اصلا انه اكو هيك مجال ما هو كان انت كنت بالمغرب وكانت صحيهم أهل المغاربة خلاص يا مغاربة لا والله شوف بالمغرب اكو تغير جدا مهم بالفترة الماضية، يعني اكو أحزاب اشتغلت على هذا الموضوع، جامعة الملك محمد الخامس بالرباط ديمشون هسه ودا يشتغلون على تجربة يعني تجربة علمية عن طريق الجامعة ودا نحاول نتواصل وياهم حتى نقدر نشتغل وياهم بهذا المجال شوفي جامعة صنعاء لسه عندهم مراكز أبحاث على العلاج بالقات وأنا مرة سويت فيلم اسمه الق... القات أفتو... أفيوني اليمن أوه. وكان اعتراض على أن هذا قوت يدخل ضمن الدخل القومي اليمني. عندك فكره عن القات اليمني؟ اليمن بي مو بس القات بنباتات هائله آه انا اعتقد بها علاجات لامراض كثيره. من خلال ابحاث والدي فاضل الربيعي باليمن آه قدرنا نشوف ونسمع عن نباتات قدروا الناس يعالجون بها امراض حتى يعني مرض التهاب الكبد الفيروسي كان عندنا صديق وقدرنا نعالج بها هذا انا اعرف الحكي مو علمي انا والله صديق عالجنا ولكن انا مؤمنه انه لو فتح الباب وانتهت الحرب باليمن وهدا الوضع أنا يعني اكون من اول الناس اللي اروح مع اليمنيين نحاول ندرس شنو الامكانيات شنو النباتات الموجوده وشو نقدر بها نخدم البشر اه لو عندي بساط الريح لو عندي الحصان الطائر ولو عندك الحصان الطائر الناس ما تعرف مناسبة أي. انت قضيتي حياتك رحاله اي بل انطيني فت سي في سريع للناس <applause> <applause> زين انا ولاده بغداد الكرخ طلعت عمري ثمانية اشهر آه والدي آه كان ملاحق بهذيك الفتره بال 1980 طلعنا من العراق آه والدتي هربت بينا لسوريا وابويا راح لليمن آه قعدنا بضعه سنوات بسوريا بعدين آه توجهنا ليوغسلافيا قعدنا ثلاث سنوات بيوغسلافيا بسبب عمل والدي مع منظمه التحرير الفلسطينيه ثلاث أه، سنوات بيوغسلافيا، بعدها رجعنا اعتقد ما ذكر لانه هي تاهت علي، رجعنا سوريا اعتقد ومن ثم رحنا لقبرص، عشنا قبرص ثلاث سنوات كذلك. أه، وبعد قبرص هم رجعنا سوريا قعدنا كم سنه. 1996 10 12 96 أه، اخذنا لجوء وطلعنا لهولندا. للاسف يعني ما كان هو هذا الخيار ولكن اضطرينا ولو احنا كنا مرتاحين بسوريا ونحب كلش الحياه بسوريا. اني اني عراقيه يعني انا حتى الهولنديين اقول لهم انا جوازي عراقي تعالي أقول شلون تعلمتي شلون تعلمتي اللهجات وانت ما مستقره بلد سنه سنتين والله شوف انا اعتقد يعني الدور العائله كلش اساسي بالتركش مو انا اعتقد هو هذا الطبيعي يعني انا دور العائله هو الاساس بتكوين مش من اليمن وانت ما ادري وين لازم الام اكيد الام مم. يعني اكيد الام هي الدور الاساسي بالثقافه المبدئيه للعلاقه بحب الوطن الام والوطن هذا كلش اساسي هلو. لذلك احنا تعلمنا من الصغر انه نسمع اغاني عراقيه ناكل اكل عراقي نحكي عراقي وشو نريد نحكي برا البيت نحكي انت ما عندك صداقات اطلاقا يعني كل مره و... ورحاله تشلعين الخيل لو تقعد مع الخيم وتعجرين والله هي هاي مشكله الـ ما عندك اصدقاء لا عندي اصدقاء انا يعني هسا يعني طبعا الشكر لل السوشيال ميديا انه جمعنا حتى باصدقاء الطفوله السوريه هاي صداقه افتراضيه والعالم لا لا كله افتراضي لا لا, لا لا اقصد اصدقائي الطفوله اللي كنت وياهم بسوريا لقوني ولقيتهم على الفيسبوك لا 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 ابدا يعني ما ما احكي عن الصداقات العابره او او السطحيه، انا احكي عن الصداقات الحقيقيه اللي كانت ايام الطفوله او الابتدائيه او حتى مثلا من كنا بالاعداديه بقبرص او اي مكان، هاي المرحله وهاي الصداقات بسبب انقطاعنا عن بعض يعني تتوقع انها انتهت ولكن يعني الحمد لله انه قدرنا بعد ما صار اكو سوشيال ميديا قدرنا نرجع نتواصل ويا هاي الناس طيب سؤال على السوشيال ميديا أب اجمل بلد لم تزوريها لم تزوريها هو مو بلد ما يخاف نقول منطقه أه؟ انا انا اعتز كلش باصلنا ان احنا من ميسان من العماره وعندي حلم حياتي اروح للاهوار اروح للتشحله قالوا لي اهلي احنا من هناك عباس تشحل فاني <applause> حلم حياتي اروح لهناك حين وصلت عمان تنعمت بجو عربي مشارقي وارتشفت شايا يؤاخي ذلك الاستكان المهيل العراقي المعتق كالسلافه وانهالت عليها الرؤى وهي تسمع مزيجا من موسيقى شرقيه غربيه انها تحن الى اماكن وبلدان عربيه وغربيه لم تعش فيها طويلا لكنها شكلتها على نحو رومانسي خاص زين انتي اقول اختبرت باللغات إيه مثلا انت بالهولندي افضل وبالانجليزي؟ بالإنجليزي؟ آه انا بالانجليزي كتابه أنا افضل بالهولندي حكي احسن حكي احسن بس طبعا اثنيناتهم على مستوى اكاديمي يعني ولكن تخيرني من الافضل هذا هاي الاجابه انت شفت الصوره وانت هوايه مش بايسكلات دراجات هوائيه اي ركبتي؟ <applause> طبعا اركب بايسكل ولكن حياتي مزدحمه ما بيها وقت اضيعه بالبايسكل فلذلك دائما بالسياره او بالطياره حسب الوضع ما أترخت أترخت؟ لا نعرفه عن اوترخت تعرفه ندى اي عرفي عن اوترخت. اوترخت ولا دودرخت؟ وين اسكن ولا وين درست؟ لا اوترخت 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 هي المدينه اللي درست بها ماجستير الصيدله بجامعه اوترخت. مدينه لطيفه يعني وكل المدن الهولنديه حلوه، بلد منظم وجميل والهولنديين يعرفون تعصبي اني تجاه كوني عراقيه وروحي سوريه فمهما كانت هولندا جميله يعني الشام أحلى وبغداد أكيد أحلى والعمارة أكيد أحلى من يسكن الشام كل الشام تسكنه صح؟ صحيح الشام مم. تخبل يعني بلو. طفولتنا وحياتنا وشبابنا أنا طلعت من سوريا عمر 17 فلذلك عندي ذكريات هواي بها وين بالشام؟ عدة أماكن يعني هم تنشن رحالة بكل بلد آخر منطقة سكننا بها هي جدار منطقة لطيفة بها مزيج مسيحية ودروز وعلوية منطقة جدا جميلة ومريحة بها تعايش وتآخي وناس طيبين وحلوين راح باب توما؟ طبعا أكيد مم. على باب توما رأيت هشاما يبيع لسائحة سيفه ثم يمضي والله يعني الشام كل تفاصيلها حلوة يعني سواء باب توما أو يعني جسر الرئيس حتى هذا الجسر البسيط يعني أو المزة أنا درست بالمزة يعني كل أماكنها حلوة كل تفاصيلها حلوة الشام وشو انت كنك يعني عمان تندلين كل شيء، جيب بدون جي بي اس <applause> والله لعمان عندي يعني عده زيارات لها بسبب اقامه والدي بها قبل سنوات يعني يعني عمان صغيره مو كلش كبيره والعالم لانه انا هواي سافرت ورحت وشفت يعني ما عاد اشوف الاماكن كبيره وما عاد اشوف المسافات همات مشكله اين تضيع البوصله ندى والله انا بوصلتي ما تضيع ما اعتقد بوصلتي تضيع انا عارفه عارفه اتجاهي وين ماشي يعني عندي اهداف معينه وين رايحه بس دليني مو بمعنى انه عندي هدف مثلا معين تحقيق ثروه معينه او انا عندي اهداف اهداف بحياتي اني اولا اكون مستقله برايي السياسي والثقافي والاجتماعي أكون انا مستقله كانسانه هاي النقطه الاولى 90% ما اخذته انت اي يعني بس هو الاستقلال مو بمعنى بهاي المرحله المهم انك تضمن استقلالك على السنوات القادمه من تكبر من تضعف من تتعب النقطه الثانيه عندي هدف كلش مهم بحياتي هو دعم والدي بنظريته وعمله فهذا اعتبره همتي من الاهداف الاساسيه بحياتي بكتبه بنشرها بترجمتها بالتعريف بنظريته هاي اعتبرها من اهم اهداف حياتي انت ليش ما تخلي النظريه والله انا عندي نظريات بالاداره شو تقول لا هي مو تقول اني يعني مرات مره سالوني من استلمت الصيدليات بروتردام وكان بها هواي مشاكل فاني قالوا لي انه شنو سر هذا النجاح يعني ليش قدرتي تغيريها من من فوضى الى يعني شيء منظم يعني بوقت قياسي يعني فانا قلت لهم انا اقدر اجمع روح الشرق مع بروتوكولات الغرب يعني هذا الغربي اللي مؤمن بعقليته ببروتوكول معين بطريقه العمل يفقد روح، روح النص، ما عنده روح بطريقة <ım Laser> العمل يعني يعرف <مس Liberty> <رح> النصر؟ روح <im fall> النص النص <مس <Potter> <مس <controller> فرقة النص النص شنو فرقها ار؟ هو فرق هواية بين النص والنصر. ف... فهذا النص اللي هو عنده يتبعه يعرف واحد اثنين ثلاثة يعرف يشتغل عليه، تعطيه طريقة عمل يعرف يشتغل عليها، ولكن الروح مع الموضوع يفتقدها، لذلك عندهم مشاكل متعددة بالنسبة للتعامل مع الموظفين، المشاكل الاجتماعية اللي يمر بها الموظف يعني اكو لو... مهارات تنميه بشريه اه، اداريه اه. اداريه مو تنميه بشريه لا لا اداريه انت عندك فكره عن تنمية البشريه والله عندي فكره ولكن اني حتى ما اشتت روحي انا ركزت بمجال الاداره لذلك اه، انا حكيت لك انه قبل فتره اخذت اه، وضحكت علي انت قلت لك اخذت الحزام الاسود بالاداره اه... لا صدق انا خفت منك <تصفيق> <تصفيق> يعني بلاك بيلت جنو مصارعة <applause> اي هو هو يخوف هو انا مثلاً صغيره واطب على الشركه مثلا اشتغل بها شهرين ثلاثه واقلبها على بطانه ف... فهم يخافون انه شنو هاي الصغيره ما جايه شنو هاي تقول <applause> بها على بطانه من هاي هاي مال واحده عايشه ببغداد عمر والله يعني يعني أنا يعني مرة زرت بغداد قبل ما أتذكر ثمان سنوات أول مرة بحياتي أزور بغداد فخطية أهلنا أنا يعني كل أهلي طيبين وبسطاء إحنا من سكان الثورة أو الحرية يعني جزء من عائلتي هنا بهاي المنطقتين يعني مناطق بسيطة ومعدمة وتعبانة فخطية هم قالوا هاي البنية ما شايفة العراق فحضروا الأمور والشوك والسكاشين والطاولات وخطية هم بسطاء يعني فأني من الجيد طيب فأنا من جيت قلت لهم ماشي أنا 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 وأنا أنا أقعد بالقاع شنو يعني أنا يعني عراقية حتى لو ما عشت بالعراق زين أقول لك أنت شلون يعني للناس نقول ان انت واحده من 100 شخصيه مؤثره في المجتمع الهولندي إيه؟ زين ونسوان صحيح زين ونسوان زين زي إيه؟ زي شلون صرتي واحده من 100 ومش قد كم كم مليون هولندا 26 انا ما غلطانه من 100 يعني انت من مئة. الله ما شاء الله عليك بال2015 اختاروني سيده اعمال هولندا من اصول اجنبيه سبب هذا الاختيار كان نجاح أنا يعني كلش استحي من هاي الكلمه لكن نجاح يعني عملي بالصيدليات اللي اشتغلت بهم النجاح على الصعيد المادي حجم المؤسسة اسم الحزام الاسود فور سكسسفول؟ الحزام الاسود؟ بلاك بيلت بلاك بيلت 6 سيجما 6 آه سيجما هي مصطلح احصائي آه لان هي الدراسه كلش تعتمد على الاحصائيات آه فبال 2015 قلت لك اختاروني سيدة اعمال هولندا على اساس حجم العمل اللي كنت اقوم به الصيدليات يعني كان حجم العمل اعتقد يوصل ل 9 مليون يورو ولكن مو هو المهم الماده بحجم المؤسسه او الشركه كان المهم اكثر العمل الاجتماعي اللي نقوم به شو نقدم للحي وكان بالنسبه لهم هذا نموذج شخص او شاب اجت لاجئه بعمر متاخر يعني 17 سنه تيجي لهذا البلد وتحقق نجاحات سريعه متواصله بهذا المجال وقلت لك موضوع مثلا الاميه في مجال الصحه سويت نظام كلش بسيط ايش قد الاميه عندهم؟ مليون ونص شخص العراق ما عدنا هالقد وانا ايش تتوقع انه هذا المليون هذول المليون ونص هم الاجانب اللاجئين الجدد بمعنى الاتراك المغاربه احنا كذا انه هذول هم الاميين ولكن تبين معي لاحقا انه هاي المليون ونص ثلثين من هاي المليون ونص اصولهم هولنديه بحته بس هم بالمقاييس اكثر شعوب سعاده بعد السويد هولندا شوف انا عندي مشكله بهاي المصطلحات شنو يعني اكثر الشعوب سعاده اذا تقول ان السويد سعيده يعني وهي بها نسبه انتحار عاليه فاكو مشكله بهاي المصطلحات أه سعاده بمعنى شنو اكو ضمان صحي اكو بيت اكو كذا هاي مو معايير سعاده السعاده الحقيقيه سعاده الروح يعني ممكن تلاقي فقير شحاد بشوارع دمشق اكثر سعاده من من وزير هولندي زين ليش ما عندهم اميه ما عندهم مدارس وعندهم افضل نظم التعليم في العالم الموضوع العلاقه حسب ما فهمت بعدين العلاقه ب يعني اثار الحرب العالمية الثانية صار اكو جيل ولد بهذيش المرحلة أه ما يقدر يدرس أه بعدها اجت اجيال صار بها اهمال مشاكل اجتماعية تعرف هاي المجتمعات أه يعني بالنهاية فرويد كاتب عن هاي المجتمعات مو عن المجتمعات العربية فيها مشاكل نفسية هواية هاي المشاكل النفسية تخلق مشاكل اجتماعية وبالتالي عندك هواية اطفال او شباب ما يدخلوا المدرسة ما يتعلمون فأميين ومصطلح الأمية مو بمعنى ما يفك الخط ولكن ما عنده مستوى قراءة وتعليم بمستوى صف السادس ابتدائي. هو الأمية صار مصطلح اللي ما يعرف يستخدم ال... التواصل الاجتماعي. صحيح. زين أنت خليتي قوانات هناك يعني شنو؟ ها الايقونات هاي يعني بديت اول شيء بالوان انا يعني قلت الدواء مثلا الساعه 8 الصبح مثلا تكون صفراء النقطه أه الظهر مثلا خضراء هيك شيء وسويت لهم ورقه يمها الشمس نقطه صفراء اللفه مال الظهر مال اللنش يعني خضراء وهكذا القمر نقطه زرقاء هاي الطريقه كانت كل سهله بالنسبه للمريض ويفتهم عنده لوحه فهمة هاي اللون معناتها هالقد هذا الوقت اللي استخدم به الدواء ولكن هذا ياخذ وقت هوايه للصيدليات يقعدون لزقون على كل علبه اللون. فقررت أن أسوي الموضوع ديجيتال أسوي أيقونات إلكترونية شمس تصعد شمس تنزل شروق الشمس غروب الشمس قمر يعني هيك شيء بهاي الطريقة قدرت أقدم هذا النظام من ثم تبنت نقابة الصيدلة بهولندا وعممت على كل الصيدليات وصار هسه كل الصيدليات تستخدمه هاي كانت الأسباب لاختياري طبعا أكو مشاريع أخرى اشتغلنا بها بالحي اختاروني على أساسها كسيدة أعمال هولندا من أصول أجنبية وبال 2016 ضموني بسبب هذا الشيء الى قائمه المئه شخصيه كل فتاه بابيها معجبه لكنها تسفر عن الاعجاب بواحد من مؤلفات والدها الباحث فاضل الربيعي النص المبتور اسست نظريه ونصوصا خاصه ونالت براءتي اختراع مسجلة في الاتحاد الأوروبي حظي مجهودها في تصنيع الزيوت من النباتات العطرية باهتمام الصحافة الهولندية لنا حياة أي. دخلين بها خضرة أي. ونظام غذائي يومي شنو تنصحين كصيدلانية والله أنا أحكي لك من مشاهدتي من رحلة البغداد رحت اشوف جدي جدي توفى قبل سنتين وكل مره هم يقولون خلص يعني هاي ما بيها يعني هو اعتقد على سبب على ما حس ما سمعت صار 125 سنه من توفى عمره 125 سنه فمن رحت لبغداد وشفته ايش ياكل ياكل طبعا مرقه ودهن وسمتش ولكن هو كان كلش حساس من يشعر بالطعم انه هذا اللحم فاسد ما ياكله يعني احساسه بالطعام كلش فطري وحقيقي مو مثل احساسنا هسه بالطعام احنا ناكل هسه اي شيء اي شيء قدمونا يأكل. احنا ناكل بلاستيك فما عندي وصفه محدده ايش لازم ناكل فقط انا نقول قد ش... ما نقدر ناكل شيء شوي يكون طبيعي شوي اقل كيميائيه شوي اقل بلاستيكيه فقط زين شنو هم بتاخذين لا والله اني طبعا اني يعني بحسب مثل السوري العظيم طباخ السم ما يذوقه <applause> لا والله أنا ضد ضد استخدام الأدوية إلا في حالات الضرورة يعني إذا الواحد كلش مضطر يعني لا بأس أنه يستخدم الدواء يعني ولكن أنا ما صحتي جيدة شوفي الصيدلية بالشرق بالعراق بالأردن بلدان البحر المتوسط وعدكم هناك بهولندا شو الفرق بين هاي وهاي؟ يعني فرق هائل يعني يبدأ أول شيء بطريقة العمل أو يمكن يبدأ أول شيء بالمظهر الخارجي ومن ثم بطريقه العمل، ومن ثم بالعقليه، ومن ثم بالدور المناط بالصيدلاني. يعني مع احترامي لكل الصيادله زملائي بكل العالم العربي، الصيدلاني بالعالم العربي للاسف هو مجرد يبيع يعني، وبعض الحالات الجيده ممكن ينطي نصائح طبيه، أنا مثلا اللي يجي عنده قريب فلاونزا يجي عنده ممكن يقول له شو دواء يعني. باوروبا نظام متطور بالصيدلة بمعنى أنه الصيدلاني إلى دور أكبر مثلا بهولندا على سبيل المثال يعتبر الصيدلاني معالج وليس فقط مقدم للدواء يعني هو معالج أيضا الصيدلاني من مهمته يدرس ملفات الأدوية ويحدد شو لازم يتغير بالدواء أنه ينصح الطبيب يقول له مثلا هذا توقفة هذا تزيده يدرس كل تضاد الأدوية مع بعضها جدا أكو عمق ولكن هذا الشيء ما ينفي انه علم ومعرفه الصيدلاني العربي من ناحيه حفظ المعلومات بالذاكره كلش افضل من الاوروبي، لأن الاوروبي ما يعتمد على الحفظ يعتمد على البحث. طيب شنو مرض العصر هسه؟ هذا سؤال فلسفي هذا، مرض العصر كوايه امراض بالعصر يعني من التكنولوجيا هاي اللي تخلي الانسان ما يحس بنفسه ولا بما حوله يعني الى الى السرطان، الى شو تريد يعني؟ كل يوم يخترعون مرض. مما يعاني الهولنديون يعني انا ما اعرف اذا يحق لي أن يعني احكي باسم الهولنديين يعني مما يعاني الهولنديون والله يعني هم شعب بشكل عام حياته كلش منظمه ويمكن هي هاي المشكله التنظيم الزايد يخلق ما عندهم ضغط ها <applause> كأمراض يعني لا عندهم امراض نسبه سرطان يعني اكو سرطانات اثنين من كل ثلاث اشخاص يصير عندهم سرطان سرطانات معينه مثل الثدي مثلا اثنين من كل ثلاث اشخاص اي صحيح خطيره اي طبعا هذا الشيء يعود الى قلت لك يعني النظام الغذائي سيء بكل انحاء العالم استخدام الكلور بغسل المواد الغذائيه استخدام الكلور بصناعه السكر يعني هواي اشياء هي تسبب زياده نسبه السرطانات بالعالم أصوي لي وجبه غذائيه ما تتكون يوم العطلة لو يوم العمل مش الفرق أك فرق هذا يوم عطلة يعني عندي وقت يعني ممكن أش يعني أسوي يعني تشرب باقلة هناك أيوه أي أيوة والله أه. هيك بس إنه إذا يوم عمل لا عسر يعني بيض وهاي وجبن ونطلع هاي على الشغل يعني طيب أنت نصحتيني بالرشاقة أنت ما شاء الله يعني وزج طبيعي؟ إيه الحمد لله أنا وضعي طبيعي بالقياس إلى شنو؟ المقياس لنفسي نفسي أنا ما أؤمن بالمعايير مال أنه يعني الطول مقابل الوزن، أنا أقول المعيار الحقيقي هو إحساسك أنت، يعني من تشعر أنه وزنك صار عائق بحركتك أو بتنفسك أو بتواصلك معناته لازم تسوي شيء على وزنك، غير هيك شيء ماكو معيار آخر، وأنا أعرف الأطباء ما يعجبهم هذا الحكي، وأني مثلا من أتواصل ويا الطبيب أكيد ما راح أقول له هذا رأيي، ولكن هسا إذا نحكي للناس العامة، الناس البسطاء، المعيار هو إذا كان الوزن برأي المتواضع، إذا كان الوزن يعيق لحياتك وحركتك فهو مشكلة. أنا بالنسبة لي جدا سعيدة بنفسي. أنتِ مولودة 15/10 1979. <تسعرسة> ميزان. ميزان. ها؟ إي. وعينك ميزانك. زين أعطيني موازين شلون تقيسين الأشياء بالميزان. أه والله حسب حسب الموضوع يعني مثلا أعطيك مثال. أني مثلا بصيدلياتي كانت الصيدليات الوحيدة اللي. صيدلياتك؟ كان عندي ثلاثة. بعتيهن. إي بعتيهن. ليش؟ لانه حققت اللي اريده وحققت النجاح شنو حققتي وقفي بعد شوينش؟ لا حققت منهن اللي اريده دكتورة مو هدف؟ الدكتورة هدفي ايش حققتي عاد؟ لا بعد ما قلت بعد اسم الله بالطبق بعدني هسه 40 بعد عندي مجال يعني زين اقول لك شغله ندى عفواً عفوا اقول لك ندى عادي عادي بالعكس اوكي الميزان ما يوقف قدام المرايه هوايه صح؟ ايه اي ويلبس اولد فاشن اي صحيح انت هيك؟ اي والله صحيح شلون عرفته؟ شلون والله لا صحيح كل صحيح يعني يعني أه يعني جوز هسه لأن اللقاء التلفزيوني شوي يعني مهتمه زياده عن اللزوم بالشكل ولكن انا يعني بحياتي اليوميه جدا بسيطه، يعني اهتم بالمظهر يكون نظيف ومرتب ولكن ما كل يعنيني، يعني مثلا ما البس يعني يستحيل البس ماركه، يستحيل استحرم استحرم مو دينيا استحرم اخلاقيا، ما البس ماركه ما البس شي غالي يعني اذا اذا الاقي شيء مثلا مستعمل رخيص انا اشتري ما اشتري الا رغم امكانياتي الماديه اللي تقدر تخليني اني اشتري اضعاف اضعاف ولكن انا استحرم لانه بالمقابل اقول اكو اكو ناس اخرين يحتاجون هذا المعيار وفضل... هذا مثلا احد المعايير والموازين اه حلو وحتى بالاقامه فضلتي تكونين منطقه بسيطه هسه بعمان اي صحيح استحرم انا قاعد بفندق غالي على استحرمي شنو اي ما مضطره لانه انا فقط راح انام بالفندق، ليش اقعد بفندق غالي يعني؟ اكو نقطة كلش مهمة يمكن يعني انا كلش اخجل احكي بيها ولكن الناس المقربين عرفوها مؤخرا انه انا اكو عوائل بالعراق يعني برقبتي يعني اهتم بيهم واعتبر انه هذا واجبي الاخلاقي، صح انا ما عايشة بالعراق وما اعرف مشاكله و او اعرف مشاكله ولكن ما عايشتها. انا اعتبر انه هاي من واجباتي يعني وهذا صار سنين مو هسة يعني سنين يعني الميزان مكاني مو زماني صح؟ والله ما أعرفه أنا عندي عندي مشكلة مع موضوع الأبراج يعني أنا ما أتبع هاي الأشياء ولكن أكو صفات معينة يقولون عن الميزان بها ما يتبع المكان يتبع الزم يتبع المكان أو الزمان قلت؟ لا مكاني مو زماني مكاني مو زماني ما أعرف موضوع صعب برأيي شوفي إحساسك بالمكان ما تحزني على أشياء تركتيها خلف ظهرك؟ اكيد تحزن انت بكل لحظه بحياتك تنتقل بها من مرحله الف الى مرحله باء يعني تترك اشياء وتستقبل اشياء جديده وهذا الشيء يعني ترتب عليه مشاعر سواء حزن او فرح من تركنا سوريا انا لحد الان اتذكر لحظه لحظه الحزن من تركنا سوريا لانه هو كان المستقر الوحيد لنا يعني وارتباطنا نحن كنا دائما نسافر ونرجع سوريا مرجعنا الاخير يعني سوريا من تخرج انت كلاجئ الهولندا ما تعرف انت راجع ما راجع ترك اصدقائك حبيبك اي شيء يعني مدرستك شارعك فكان الموضوع صعب ولكن انا اعتقد من هاي الصعوبه تتكون هاي الشخصيه يعني بالنهايه هاي المرونه بالشخصيه القدره على التنقل القدره على التنقل يمكن مو بس بالامكنه ولكن بالمواضيع يعني انا اتذكر من اخذت قرض من البنك عمود افتح عمود اشتري الصيدليات قالوا الكل قال لي مخبله انه لاجئه وتاخذين قرض مليون ونص وشون بل ما مشت الامور ما قلت لهم شو يصير يعني اكثر من اللي صار شو يصير فاعتقد هي هاي الترحال يصنع من عندك شخص جريء اقول لك عندك دماء العاب دماء العاب آه، عندي دبدوب هذا الدبدوب مرافقني من كنا بسوريا عمره الدبدوب من عمري 40 سنه لحد الان عندي هداني صديق العائله ولحد الان هو صديقي طبعا آم. جاب لي اياه طفله كانوا يحبوني اروح العب وياهم عند جيراننا بسوريا وكذا هو عراقي أه و... وهيك فالدبدوب هذا رغم الترحال واللجوء والسفر وين ما نروح كانت امي تحافظ على هذا الدبدوب انه هذا ما ندى فلحد هاي اللحظه موجود عندي آه ندى هذا المكان يتسع لاكثر من واحد اختاري واحد يكون جنبنا الان يعني هذا السؤال ما يحتاج هو أفكر به لأنه أنا أعتبر أنه الأهم مني أنا بوجود بهيك حلقة هو والدي فلذلك إذا كان يعني ممكن, ممكن يكون أحد موجود ويانا فأكيد والدي وإلى هو الحديث وأن حضر الماء ما أبطل التيمم وش قد يطيش من عشرة على هذا الحوار؟ والله أنا أعتقد والدي دائما يطيني عشرة من عشرة يعني أكيد يطيني عشرة من عشرة يثق بي مئة بالمئة حلو وانا امنحها عشره وزياده هذا الحديث كان جميلا جدا شكرا لك يا ندى الاندى القادمه من هولندا دائما نلتقي لنرتقي انتظرونا